إن شاء الله الفترة اللي جاية الصفحة بتاعتنا هتشهد حملات توعية عن الأمراض المختلفة. طبعا هنبدأها بالتوعية عن أمراض القلب والشرايين، المسببات، عوامل الخطورة اللي بتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب. أنا كمريض أقدر أعمل إيه أو بإيدي إيه أعمله عشان أقلل احتمالات إصابتي بأمراض القلب والشرايين التاجية. هنتبع هذا بسلسلة من الفيديوهات اللي فيها هبين لحضراتكم شغل القسطرة اللي احنا بنعمله، النجاحات اللي احنا وفقنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحققها. وبعد اما تخلص سلسلة امراض القلب ان شاء الله هيبقى في سلسلة اخرى قد تكون لامراض الشرايين الطرفية، وبعد كده امراض الكلى وهكذا. اي حد ليه اي اقتراح فيما يخص امراض معينة حابب ان الصفحة تشملها يبعت لنا، وان كان في امكاننا ان احنا نقدم ما يفيد هنقول ان احنا قادرين، ان لم يكن بامكاننا هنقول لكم برضو. واشكر حضراتكم على زيارتكم الصفحة، وشرف ليا ان انا بتواصل معكم. شكرا جزيلا.